بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي الطلبه في درس جديد، وياكم الاستاذ محمد نجم النوفلي. اليوم راح نشرح تمرين 4 من شابتر 11، وهذا التمرين الفكره مالته سهله وبسيطه. كل اللي يريده من عندك تحدد له علامه الجمع او علامه المفرد. يعني عندي كلمه تشاينيز، شلون عرفت هاي الكلمه مفرد او جمع؟ من خلال العلامه. فكل اللي يريده من عندك تحدده. فخلي نجي وياكم. طبعا الكلمه الاولى، الجمله الاولى عندنا ووز، عند وجود الواز فان هذه علامه على المفرد. اذا هنا التشاينيز مفرد، السبب لان عندنا ووز. تشاينيز هنا هي جمع، ليش؟ لان عندنا وير. رقم ثلاثة هنا هذه راح نعتبرها مفرد لان عندنا از علامه على المفرد. اما هذه الكلمه فراح نعتبرها جمع لان عندنا ار. ورقم خمسة هذه الكلمة سوف نعتبرها مفرد لأنه عندنا هاز، والهاز هي علامة على وجود المفرد. فكل الفكرة مالت التمرين يريد من عندك الدليل علامة، هل هي للمفرد أو للجمع؟ لأن عندنا بعض الكلمات ممكن تصير مفرد وممكن تصير جمع.